العودة إلى الحالات المؤكدة مخبريا فقد تم تسجيل جلية ضمن بؤر لا زالت تفرز حالات جديدة وتأتي في الدرجة الأولى جهة الدار البيضاء سطات ثم بدرجة أقل جهتي فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة ثم بعد ذلك في مرتبة أقل كل من جهة مراكش أسفي طنجة تطوان الحسيمة ودرعة فيلت. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال النسبة المئوية للحالات المسجلة منذ بداية الوباء فالدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت أكبر نسبة من الحالات ما يقارب 28% من الحالات تاليها جهة مراكش أسفي ثم بدرجة أقل جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس تقريبا في نفس المستوى ثم جهتي الرباط سلا القنيطرة ودرعة فيلال تقريبا بنفس النسبة المئوية.